إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أبو بكر عبد المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة من هذا الشهر المبارك، يطيب لنا أن نسعد بذكر الله وأن نقبل على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. فقد أقبل شهر رجب، هذا الشهر الحرام الذي تتنزل فيه الرحمات وتكثر النفحات والعطاءات الإلهية، فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إخوة الإسلام، هيا بنا نبدأ لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الإسراء من أول الآية 23، يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
عمنا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الله أكبر. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه مبتغا فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه وساء
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تجعل مع الله
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عليك يا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله أكبر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله أكبر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن حياة الإنسان على هذه الأرض محدودة وقصيرة، فينبغي أن يسارع بعمل الصالحات وأن يغتنم الأوقات والساعات في طاعة الله وفي تحصيل الثواب، لأن الله تعالى يضاعف الحسنات ويمحو السيئات، فأقبلوا على طاعة الله في هذه الأيام المباركة وعملوا مساجد الله بذكر الله، فإن الله تعالى له في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم هذه النفحات فلا تشقوا بعدها أبدا. إخوة الإسلام، في هذه اللحظات المباركة يطيب لنا أن نتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال. يقول عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم. ويقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا وحتى يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والذي يحين في الخامسة إلا دقيقتين، نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله. علينا
يا رسول الله إن الأولى حاولوا إنكار سنتكم إن الأولى حاولوا إنكار سنتكم قد أنكروا قبلها القرآن في غشاوة يا رسول الله لولا حديثك لم نعرف شريعتنا لولا حديثك لم نعرف شريعتنا بهديكم يا رسول الله بهديكم عرفت أحكام شرعاتنا يا خير خلق الله بهديكم عرفت أحكام شرعاتنا جاء مفصلة في لا وفي النعم نقضي حديثك ما عشنا بأنفسنا نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا نرويه بالسند العلي نرويه بالسند العلي وإن حبك ركن في عقيدتنا يا رسول الله يا رسول الله يا خير خلق الله وإن حبك ركن في عقيدتنا يجري بقلبي وإحساسي وحر دمي صلى الله عليه وسلم فأنت يا خير خلق الله أسوتنا فأنت يا خير خلق الله أسوتنا
من كل مختصم يا رسول الله يا خير خلق الله يا ابن عبد الله وكيف يدرك في الدنيا حقيقة قوم النياب قوم النياب تسلوا عنه بالحلم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم هو الرؤوف الرحيم هو الرؤوف الرحيم المرتجى أبدا هو الرؤوف الرحيم هو له الشفاعة له الشفاعة يوم الهول والندم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا
مسدى. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، حيث ننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة من شهر رجب، حيث تمر أيام الشهر الحرام الذي حرمه الله تعالى وحرمه المسلمون، حيث يطيب لكل إنسان مسلم
أن يقبل على الله بمزيد من الطاعات والقربات، حيث يستحب أن يصوم فيه أياما من النهار ويقوم فيه أوقاتا من الليل، حيث تضاعف الحسنات ويتأهب المسلمون لاستقبال الشهر الكريم، يتأهبون مبكرا في هذه الأوقات حتى تستعد القلوب للشهر العظيم الذي فرض الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. إخوة الإسلام، إن الإقبال على كتاب الله تعالى وتدبره أمر إلهي وسنة نبوية استنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كتاب الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا الكتاب الذي ختم الله به رسالات السماء ليكون خالدا إلى يوم القيامة، حفظه الله تعالى، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا ينبغي أن نقبل عليه بقلوبنا وجوارحنا حتى يصلح الله لنا أحوالنا كلها وأعمالنا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، وحتى يقام للصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على إن
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تخزنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طائعا إلا ثبته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا طالب علم إلا وفقته ولا غائبا إلا إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس خالد رمضان، مدحت سعد الغلول، شريف محمود، خالد عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإسلام، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، لكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الثاني من شهر رجب من عام 1441 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 26 فبراير من عام 2020 للميلاد.